تستعد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمعاودة الركض بعد توقف دام لخمسة عشر يوماً. الجولة السابعة غيرت الكثير في ملامح الترتيب. حافظ الاتحاد على صدارته بستة عشرة نقطة بعد الفوز في ديربي الغربية بهدفين دون رد، بما تراجع الأهلي ليكون في المركز الرابع عشر بخمس نقاط في حسابه. أما ضمك فقد صعد لوصافة الترتيب بأربع عشرة نقطة بعد أن حقق نتيجة لقائه الأخير أمام الرائد الذي تواجد في المركز الخامس ولا يزال محافظا على مركزه بإحدى عشرة نقطة. النصر بست مباريات ينتظر موعدا لإقامة مؤجلته أمام الطائي لحساب الجولة الثالثة، والهلال لحساب الجولة الثامنة. على الرغم من ذلك حل ثالث الجدول باثنتي عشرة نقطة بعد فوزه على أبها بثلاثية لهدف واحد، فيما تسببت سلسلة خسائر أبها في وضع الفريق بالمركز الخامس عشر بأربع نقاط. الهلال أيضا ما زال في حسابه مؤجلتين تحدد لاحقا، إحداهما أمام الفيحاء والأخرى أمام النصر. أما في مواجهة الحزم فالتعادل كان سببا في تراجع الهلال عن أفضلية المركز الثالث وليصبح في الرابع باثنتي عشرة نقطة، أما الحزم تقدم للمركز العاشر بتسع نقاط. الفيحاء في رصيده ست مواجهات وينتظر مؤجلته مع الهلال. أما في آخر نتائجه تراجع للسادس بعشر نقاط بعد خسارته أمام الشباب، والليث حل ثامنا بتسع نقاط في رصيده. التعادل الإيجابي بهدفين حضر في لقاء الفيصلي والباطن. النابس دير بذات التسع نقاط حافظ على المركز التاسع، أما الباطن فبات في الثالث عشر بست نقاط في رصيده. الطائي جاء في المركز الحادي عشر بسبع نقاط حققها بعد فوزه على التعاون بهدفين لهدف. سكر القصيم تذيل الجدول بثلاث نقاط في حسابه. أما الاتفاق أضاف نقطة لحسابه بعد التعادل السلبي أمام الفتح، وليصل رصيده للنقطة السابعة حل بها في المركز الثاني عشر، فيما جاء أبناء النخيل بالمركز السابع بالنقاط التسع. الجولة القادمة تنطلق السبت القادم محملة بسبع مواجهات ومؤجلة وحيدة بسبب مشاركة أقطاب العاصمة في الربع النهائي الآسيوي.